This is the area of the hospital. Okay. أعرض عليكم الصور الآن. Myself. سأعرض عليكم هذه الأدلة الآن من خلال هذه الصور. هذه الصور المعروضة أمامكم. هذه هي منطقة المستشفى. حسنا، نحن نشهد هذه هي منطقة إيقاف السيارات، وهذا هو مبنى المستشفى. هذه هي صور بالأشعة فوق الحمراء حتى تكون واضحة. هذه هي منطقة إيقاف السيارات. هذه هي منطقة إيقاف السيارات. تشهدون أمامكم على هذه الصورة المعروضة أمامكم في يميني هنا. فيما بعد إصابتها بالصاروخ، لا يوجد أي ضرر لحق بمبنى المستشفى. لم يوجد أي ضرر لحق بمبنى المستشفى. كما ذكرت، لا يوجد أي ضرر بهيكل المستشفى. ما زالت الحوائط كما هي. وبالتالي نريد أن نوضح الأمر أن هناك الضرر لحق بمنطقة إيقاف السيارات فقط. نشهد أيضا وهناك أمثلة على ما يمكن لتحدثه الضربات من الجو للأرض، ولكنها ليست موجودة في هذا المثال وفي هذا الحادث. وسائل الإعلام مباشرة أطلقت الروايات غير المحققة من قبل حماس وكل هذه الأكاذيب التي أعلنتها حماس. أود أن أوضح أمرا ما، ليس من المستحيل أن نعرف ما حدث على وجه اليقين بنفس السرعة التي أعلنتها حماس. وما كان يجب أن يكون هناك عدة تحذيرات مبدئية في الأمر، على عكس من حماس، فإن الفكرة هي أن الفكرة دم البحث تم مباشرة وشهدناها على أعلى مستوى من القيادة. هذه المراجعة الحرفية المحترفة بناء على عمليات استخباراتية والتقييم النظم العملياتية والصور التي أخذناها جميعها، قمنا بفحصها بدقة، والأدلة التي أعرضها عليكم الآن تؤكد أن الانفجار على مستشفى المعمدان الأهلي في غزة تم من قبل صاروخ أطلقته حركة الجهاد بالخطأ. وبالتالي هذه نتائج عملية التحقيقات. أولا نؤكد أنه لا يوجد حرائق من قبل أو أي إطلاق نار من الأرض أو الجو أو البحر من قبل القوات الإسرائيلية التي ضربت المستشفى. ثانيا، إن نظام الرادار الخاص بنا حدد صاروخ أطلق من داخل غزة في وقت الانفجار. سأعرض عليكم الآن هذه الصورة. هذه هي الصورة التي إن تحليل الرادار لدينا هو أنه يؤكد أن الصاروخ قد أطلق من مكان قريب من المستشفى. هذا هو المكان القريب من المستشفى، أطلق من داخل غزة. بالإضافة إلى ذلك، هناك مقطعان فيديو يوضحان فشل إطلاق الصاروخ ومواصلة رحلة الصاروخ حتى على الأرض في قطاع غزة ووقوعه على مجمع المستشفى. ثالثا، بناء على استخباراتنا فسيتم توضيح هذه. هناك اتصالات بين الإرهابيين عن إطلاق صاروخ بالخطأ، وأن الإرهابيين أدركوا أن الصاروخ أطلق بالخطأ وأشاروا بالتحديد إلى مستشفى الأهلي المعمداني. أريد أن أجعلكم تسمعون الآن المحادثة بين الإرهابيين و أقول لكم هذه هي المرة الأولى التي نشهد مثل هذا الأمر، وهذه ونشهد ما الذي ترونه. هذه ترجمة للمحادثة بين الإرهابيين. متى يكون؟ هل هذا صاروخ من ناحيتنا؟ يبدو أنه من ناحيتنا. من قال ذلك؟ أنهم يقولون أن هناك صاروخ أطلق محلي، إنه ليس صاروخا يبدو كصاروخ إسرائيلي. ما تقوله أبو عمر؟ يا الله، هل قد يقع في أي مكان آخر في المستشفى وسينفجر؟ لا تبالي أبو راجي، لقد أطلقوه من المقبرة خلف المستشفى. ماذا؟ لقد أطلقوه من المقبرة خارج المستشفى المعمداني وأطلق بالخطأ وما زال هناك. هل هناك مقبرة خلف المستشفى المعمداني؟
تقع في المجمع. أين هي؟ هل عندما دخلت مجمع المستشفى لقد أطلقت الأول ثم لا تدخل ناحية المدينة؟ هي الجانب المقبرة على جانب المعمل. نعم أعرفها. لقد تأكدنا واعترضنا مع مصادر استخباراتية أيضا لتأكيد الدقة. إنه يأتي من صاروخ أطلق لإسرائيل من داخل غزة. هذا الصاروخ وقع بعيد عن إسرائيل وقد تسبب في وقوع ضحايا فلسطينيين. خلال هذه الحرب لقد تأكدنا من وجود 400 صاروخ تم إطلاقهم بطريقة الخطأ ووقعوا داخل غزة، وقد تسبب ذلك في قتل كثير من الأطفال الفلسطينيين. سأعرض عليكم الصور ما تؤكد ذلك الآن. انظروا، هذه هي الإطلاق. كل هذه الصواريخ التي تم إطلاقها بالخطأ ووقعت داخل غزة، يعني أطلقت من غزة ووقعت داخل غزة، وأحدهم كان وقع على مستشفى الأهلي في غزة. نحن نعرض هذه المعلومات أيضا مع شركائنا أولا وأخيرا الولايات المتحدة لتأكد الشفافية المطلقة، لأننا نأخذ أي حادثة تتعلق بالمدنيين على محمل الجد. وللأسف فإنه في وسائل الإعلام قد أطلقت على الفور تصريحات تأتي من حماس وتدين إسرائيل بهذا الهجوم ويكررونها. نحن ما زلنا نتوقع وننتظر التحقيقات بشأن المعلومات الدقيقة. بعض المعلومات وبعض البيانات لم يتم التأكد منها حتى الآن. أنا أتفهم وأفهم الرغبة في إصدار بيانات عاجلة وتصريحات وأخبار عاجلة، ولكن علينا أن نتوخى الحذر والدقة وأن تكون المعلومات صادقة والأخبار صادقة. إن الأفكار والحقائق وفقا لي، ونحن دائما ما نتصرف وفقا للقوانين الدولية. في نهاية المطاف هذه الحادثة توضح كيف أن الادعاءات والأكاذيب والروايات المضللة التي تطلقها الجماعات الإرهابية ضد إسرائيل يمكن أن تنتشر وتسبب القلق في المنطقة. الآن أجيب على أسئلتكم.